تمام. اهلا وسهلا مشاهدين القاهره 24، معاكم انا ايهاب ابو رايه، موجود النهارده معاكم مع جيران ضحيه بولاق. ايه اللي حصل في القضيه دي؟ القضيه دي اللي سمعنا عنها كلنا امبارح، بنت قتلت امها. ايه القصه وايه التفاصيل؟ كل اللي عرفناه قبل ما نيجي نصور مع الجيران ان الام كانت مش بتسمع كلام بنتها، فبنتها مسكت حديده وضربتها لحد ما ماتت. البنت قتلت امها، احنا كلنا عارفين الجنه تحت اقدام الامهات. ولاء ما خدتش القاعده دي، ما خدتش الحديث ده، ما خدتش اي حاجه قدمتها امها ليها سبيل ان هي ترحمها، سبيل ان هي ترقف بسنها الكبير اعتماد 66 سنه كانت ضحيه بنتها. احنا معانا جيران المجني عليها يحكوا لنا ايه اللي حصل. تمام، احنا اهلا بيك. اهلا بحضرتك. احنا كانت كذا مره بتضرب مامتها، وكذا مره اتكلمت معاها وما ينفعش الكلام ده، وكلمتها بالدين وبالقران وكل حاجه لوالدتها. تمام. هي ليه عملت كده مع امها؟ لا، هي من ساعه ما جت والدتها وهي بتضربها ما حدش عارف ليه، يعني لوحدها. تمام. هي عامه الست دي على طول بتضرب جوزها ومش عارف ايه، خناقات ومشاكل كتير وصوتها عالي جدا في البيت كله. وبس فجاه لانها كل شويه بتضرب والدتها لحد يوم الواقعة. احنا قلنا عادي الضرب العادي، يعني من 5 ل 7 الصبح لحد ما هي. وهل العادي في بنت تضرب امها؟ لا طبعا، العادي بتاعها هي بالنسبة لها، يعني هي متعودة ان هي تضرب. اه بالظبط كده. وما فيش الكلام اللي هي مامتها تعبانة او الكلام ده، مامتها في عقلة جدا وما فيهاش حاجة، صحتها كانت كويسة، بس هي كانت بتعامل مامتها وحش جدا جدا. فبس ايه اللي حصل يوم الواقعة؟ يوم الواقعة لقيناها نزلت بتقول ان ماما ماتت بعد ما ضربتها، وقال الصوت خلص خالص من 5 ل 7 الفجر. تمام. على الساعة بعد الظهر كده، صلاة الجمعة بالظبط، لقيناها بتقول ماما ماتت ومش عارف ايه، وراح اجيب الدكتور وراح اجيب المغسلة والحاجات دي كلها. من غير ما تقول هي عملت فيها؟ لا، هي قالت ماتت موت طبيعية، هي عندها حالة صرع وضربت نفسها وماتت. واللي احنا نعرفه على حالات الصرع ان هي اصلا بيغمى عليه، مش بيفقد الوعي، مش بيأذي نفسه او يأذي اللي حواليه. بس فبعد كده لانها مشيت وجابت الدكتور، والدكتور رفض طبعا يديها تصريح الدفنه. الدكتور طبعا عارف الحاله اللي هي فيها. اه، والدكتور هو اللي مبلغ. احنا ما كناش عارفين خالص الكلام ده، كانت حوالي 2 3 العصر يعني. وسأل الجيران وهو نازل، وسأل ماما وسألهم كلهم ان هي بتضرب والدتها. قالوا اه، كلنا قلنا اه، قلنا الحقيقه يعني اللي بتحصل. وبس بعد كده الدكتور هو اللي مبلغ، ومفيش اقل من ربع ساعه كانت الشرطه كلها، اسم بلاء كله كان هنا. وبعدين ايه اللي حصل؟ وهي كانت مصممه لاخر وقت لحد ما قبل ما تمشي من هنا ان هي مامتها ماتت لوحدها، وكانت قافله عليها الاوضه وبتعذبها تعذيب مش حلو خالص في كل حاجه. ازاي كانت بتعمل كده؟ بجنزراها وبتحبسها في اوضه، حتى كانت بتجنزر. اه، وضربها بقلة حديد يعني على دماغها، ووشها كله متشوه. وبس. وحتى لما توفت هي كانت قافله عليها، حتى الضابط كان كانت بتحبسها اصلا، كانت حبساها بالقفل، وكان الضابط قاعد يقول لها هاتي المفتاح، وهي ما كانتش عايزه تدي المفتاح. بس هو ده كل اللي حصل. طب انتوا قبل الواقع كنتوا بتنصحوا طيب البنت دي؟ كلنا نصحنا. ايه اللي كان بيحصل؟ وانا اولهم، لا تقول لك انا ما بعملش الكلام ده، ولما قلت لها انت ليه بتضرب ماما؟ بتقول لك عشان خاطر ما تسمعش الكلام. قلت لها مهما كان دي والدتك، ما ينفعش الكلام ده. يعني هي عملت فيها كده عشان مش بتسمع الكلام؟ اه. وتقول لك انا بضربها عشان تتعلم الصح والغلط. قلت لها ما فيش الكلام ده، هي والدتك ست كبيره وما ينفعش، وكلمتها بالدين والقران وكل حاجه، وبالوالدين احسانا، وما ينفعش الكلام ده يحصل، وارحمهما كما ربانا صغيرا. ما فيش الكلام ده. طيب كان رد فعل الام ايه لما كانت بنتها بتضرب؟ كانت بتقول رد فعلها لما حد يسالها بتقول لك بنتي ما بتضربنيش. كانت بتخاف عليها برضو رغم ان هي بتعمل عليها كده. وكانت بتحبها وتقول انا بحبك وحرام عليك ارحميني والكلام ده كله، ولحد ما موتتها لحد يوم الواقعة. ما كانتش بتستجيب ليها، ما كانتش بتتعامل. لا، بيكون جنزراها حبس يعني، كتفاها وحلق لها شعرها ومعوراها في دماغها، دماغها متخيطه. ازاي حلقت لها شعرها؟ دي اداه من اداه التعذيب، ما احنا مش عارفين برضو. يعني هي كانت بتتلذذ وهي بتتعذب. اه دي حقيقه.
طيب الساده المشاهدين اللي بيسالوا القصه سريعا، القصه سريعا، احنا هنا في بولايه دكرور، منطقه بولايه دكرور، حصلت جريمه قتل، بنت قتلت امها. يعني ايه بنت قتلت امها؟ البنت دي يعني سنها تخطى حاجه 40 سنه تقريبا، 45 سنه 47 سنه في السن ده. الام 66 سنه. البنت كانت واخده معاش امها، كانت بتحبس امها، كانت بتربطها بجنزير، وفي النهايه كانت بتحلق لها شعرها وقتلتها. قتلتها باستخدام اله حديديه. برضو معانا احد جيران، يعني سيده هتحكي لنا برضو ايه اللي حصل. ايه اللي حصل يا حاجه؟ اللي حصل يا ابني يوم الجمعه لقيتها نازله وانا واقفه في البلكونه، بتقول لي امي ماتت يا خاله مرام. قلت لها البقاء لله، انا فكرتها ماتت موته طبيعيه. قالت انا راح اجيب المغسله واجيب ايه الدكتور الصحه. فطلع الدكتور الصحه، انا وقفت على الباب اشوف في ايه على الباب بتاعنا، لقيت الدكتور نازل بيزعق وبيشتم. فبقول له في ايه يا ابني؟ مالك يا دكتور؟ قال لي ده يا حاجه ده مقتوله فوق. قلت له لا هو مقتوله. طب ازاي؟ قال لي يا ما اعرفش، انت تعرف عنها حاجه؟ قلت له اه نعرف ان هي بتضربها. نطلع نقول لها بتضرب امك؟ تقول لي اسال امي. امي امها تقول لا ما بتضربنيش، امها خايفه من البنت. يعني احنا لو بلغنا البوليس هتكدبنا، نعمل احنا يا ابني؟ كل شويه نطلع لها نخبط عليها، الوليه الكبيره تقول لا ما بتضربنيش، وتبقى معوراها ومشلفطاها ومجنزراها ونقول لها حرام عليك. ونطلع الوليه الست الكبيره خايفه من بنتها، تاخد معاشها وبتضربها وبتجنزرها وقافله عليها الاوضه، وده على مؤاخذه حاطه لها الجرده تعمل فيه بتبين. هم عندهم حمام؟ اه يعني ده شقه اربع اوض كبيره وصاله ومطبخ. يعني هي بتتعمد امها ونايماها على الارض وقافل عليها الاوضه، حتى وهي ماتت الظابط بيقول ليه تعمل كده في امها؟ مش عارف. هات المفتاح عشان نفتح عليها، وانا واقفه في البلكونه. قالت له لا. قال لها تجيبي ولا راح قاعد شتمها راحت طلع. فانا بقول له يا ابني في ايه؟ قال لي يا حاجه ما تطلعيش، ده واقعه، ده جريمه قتل فوق، اللي يطلعك. قلت له لا حاضر يا ابني، اللي انتوا تعوزوه وعايزين اي حاجه اجيبها لكم، بس قال لي ما تطلعش حاجه، ما رضيش اطلع. بس كده حرام. احنا نصحناها كتير وقلنا لامها هي بتضربك، قالت لا. دلوقتي اي حد بيشوفنا على النت بيشتموا علينا. احنا طب انا هسالك حاجه، انت لسه بتتكلمي في الحته دي، في احد التعليقات برضو بيقول لك طيب ما دام انتوا عارفين ان هي بتعمل فيها كده ليه ما اشتكيتوش؟ ما هو قالت لك الوقت، ما انا بقول لها الوليه الست الكبيره بتقول لك انا ما تضربنيش، اشتكي بقى ايه؟ ما هي اللي خايفه من بنتها. قلنا لها هنشتكيك، قالت روحي اشتكينا. امي بتقول ما بضربها، هتقول ايه؟ ده اللي حصل، اللي حصل بقوله لك. يعني هي لما كانت بتضربها انتوا كنتوا بتروحوا تقولوا لها يا حاجه احنا هنشتكي؟ اه قالت لك لا ما تشتكوش بنتي، هي ما بتعمليش حاجه. طب احنا هنزمن يعني رغم اللي كل بيحصلها هي خايفه على بنتها، خايفه على بنتها، وبتاخد معاشها وبتمسح لها الشقه وتعمل لها الاكل وتروق لها، وسايباها يا عيني مذلوله في الاوضه قافله عليها. يدي من ربنا. وبعدين ايه اللي حصل؟ وبعدين الدنيا بقى اتقلبت عليها لما مات، قالوا ده ميتها مقتوله. بنت الست دي متجوزه؟ متجوزه ومخلفه، بس من راجل تاني، وهو متجوز ومخلف، وهما الاثنين قاعدين في الشقه سنتين، جابوا امها بقى لها سنه بس. طبعا مش بتبينها الوليه، ما بتنزلش لوحدها عشان تسالها. هي معاها، تيجي تسالها يا حاجه، والجيران سالوها وفي الشارع وفي الحته كلها سالوها هي بتضربك؟ قالت لا ده بنت حبيبتي ما بتضربنيش، ده احنا بنهزر بنلعب بنرقص. الست قالت كده. يعني احنا بنسال الست الكبيره، ما هي مش تدينا فرصه ان نكلم الوليه لوحدها، ولا معاها تليفون تكلم حد ولا معاها حاجه، تنزل معاها في ايديها ماسكاها في ايديها هي وجوزها، ده ما نكون خايفين ان هي تجري الوليه او تصوت او حاجه، ما بتنزلش الا يوم القبض بس، تقبض وتطلع هي وهي. بتاخد امها تخليها تقبض عشان تاخد الفلوس؟ اه 4000 جنيه هي بتاخدها كل شهر، تدفع منها الايجار وبتاع، وهي وجوزها قاعدين في البيت ما بيشتغلوش. يعني عايشين على المعاش بتاع الام. عايشين على معاش الام. طب ما انت بتاكل دولا، انت بتاكل وتشرب معاش امك، ما تضربهاش، حرام عليك اللي بتعمليه. قالت ما حدش ليه دعوه، انا بكلم امي وبعلمها الادب عشان هي ما بتسمعش الكلام. تقول بعلم امي الادب؟ عشان هي ما بتسمعش الكلام. طب وانت يا حاجه راضيه؟ قالت بنتي ما بتعمليش حاجه. وقعدوا يضحكوا ويبصوا ببعض واحنا واقفين. طبعا هنشتكي نقول ايه بقى؟ تفتكر ايه السبب اللي خلاها تعمل كده؟ والله ما نعرف يا ابني. لا ايه السبب عموما يعني؟ هو السبب ما بتسمعش كلام. يعني لا انا برضو بتكلم في حته ثانيه، يعني ايه اللي يخلي بنت تعمل كده في امها؟ ما اعرفش والله. والله يا ابني ما نعرف، احنا وهي ده سكنه قديمه. انا قديمه، انا ده بيتنا، وهي سكنه جديده ما اعرفش عنها حاجه. هي بقى لها قد ايه هنا؟ بقى لها سنتين البنت وجوزها، انما الام جايه بقى لها سنه بس. ف...
الام بقى لها سنه. أوه. علاقتكم كانت ايه مع بعض؟ لا سلام سلام ازيكم، لا سلمك على السلم او في الشارع بس. في وفي اطار المشكله بتاعت البنت والام كل كنا نطلع نحوش على الولايه، الولايه تقول لك ما بتضربنيش وماليه الشقه كلها فوق قطط، والوقت الحكومه قافله على القطط. بتتاجر فيهم ولا بتربيهم؟ ده قطط بلدي من الشارع. قطط شوارع، بتلم القطط اللي في الشارع. سادة مشاهدين، مكملين معاكم في تفاصيل واقعة بلاء الدخرور. واقعة بلاء الدخرور اللي حصلت يوم الجمعة، أم اتقتلت على إيد بنتها. الأم اللي ربت 66 سنة كانت ضحية بنتها، بنتها اللي اتعدت عليها بالضرب بعد ما جنزرتها وحلقت لها شعرها. معانا برضو سيدة من جيران المجنى عليها، تحكي لنا إيه اللي حصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك طلعت الشقة عندهم، أنقذت أمها 4 مرات من الولاء دي، حرامية بنتي مكنزراها وتعملها بالسلك الكهرباء وكهربها ماشي، وكل شوية نقول لها يا بنتي ما انت الله ما تضربهاش، تقول لك أنا ما بضربهاش. في مرة أخدت الحاجة على جنب كده، راحت بنتها من على الباب، من على باب الأوضة زي كده، راحت قالت لها، بصت لها الولية، فهمت بصت بنتها ليها ان يعني ما تتكلميش معاها وما تقوليش حاجة يعني. المهم بقى لها بتضربك يا حاجة؟ لا ما بتضربنيش، دي كويسة دي حبيبتي، وبتمسك تبصها قدامي. اخر مرة بقى فضلت تضرب فيها كتير، فكنت كل شوية اطلع لها البيت. بعد كده بنتها دي راحت قافله الباب هي وجوزها في وشي، قال لي ما ينفعش تشوفي على والدتها، مؤاخذه زي عريانه، وضربها ومشرطه جسمها زرقان ومبهدلاها بسرعه. مقلعه امها. مقلعه امها مبهدلاها، وحطلها الجردل في الاوضه والميه والشرب. طب هي امها كانت بتعاني من اي مرض؟ لا، اي حاجه؟ الست دي مش مريضه يا جماعه، الست دي في قوتها العقليه. لان في ناس قالت ان هي مريضه نفسيه بتعاني من امراض مزمنه. لا ما فيش، هم عماله بتقول لك هي بتعاني، لكن انا ما شفتش الست بتكلمك طبيعي خالص. احنا لو الست فيها حاجه هنقول، لكن هي البنت قالت خالتي واخت اخت ابوها ولا مش عارفه هتقرب لها ايه، اخت امها، قالت لها يا ولاء ده انا بكتفها وبحطها في اوضه، وكل شويه كل ما تعمل غلط امسكيها ايه حطيها في سلك الكهرباء. تفتكري بعد السنين دي كلها ربت وشالت وصرفت عليها، ده جزات الام؟ لا طبعا، لا ده مش جزات الام، هي غبيه. ومعظه كان كل ما اجي اكلم الوليه الاقيها تعمل للوليه كده، عشان طبعا الوليه مرعوبه بتضربها في كتفها يعني. في جنبها كده في رجليها واحنا قاعدين، عشان ما تتكلمش يعني. عشان ما تتكلمش. فالمهم البت الست يا حاجة ولا بتضربك؟ لا 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 دي حبيبتي، وتقعد تبص فيها وكده ما فيش اي حاجه، وتقعد ترقص معاها في الشقه. طلعت في مره لقيتها قالت لها بصي تعالي يلا نرقص، قعدوا ورقصوا مع بعض في الشقه قدامي. وبعد كده لقيتها ايه، خلاص يا ولاء ما تضربيش امك، قالت خلاص. طبعا لقينا الضرب ده على طول مستمر. طبعا هي اما طلعت اخر مره عشان انقذ امها، قالت لي بعد اذنك ما حدش يجي هنا تاني، وجوزها راح قافل في وش الباب لحد يوم الوقت. لا يوم الواقعة دي انت طلعت شفتيها؟ شفتها بقى وهي ميتة. في ايه، الحكومة طلعت معاها، انا معرفش ان هم حكومة، فانا فاكرة الست ميتة موتة طبيعية. طلعت الضابط قال لي ما تخشيش الاوضة، بصينا من بره كده لقينا دم من دماغها، حلق لها شعرها ومش عارفة وشها، وبعيد عنك مرمية، والقطة بتلحس فيها. القطة بتلحس فيها. طبعا وهي بتلحس فيها استغربت، الست دي بتحط اكل للقطط وتقوم قافله عليها مجنزره عليها، قافله تاني بالقفل بالمفتاح، قافله مجنزره الباب الشقه وباب الاوضه، وقافله عليها حاطه ميتها وحاجتها وكل حاجه كما تدين تدان.
يعني دي الرسالة اللي نقدر نقدمها في الواقع دي. أي حاجة أنت بتقدمها بالسوء أو بالضرر لازم هيجي اليوم وتاخد جزائك. ده كان المفروض يحصل في البنت اللي قتلت أمها. كانت لازم تفضل عايشة إن هي تشوف بنتها الصغيرة تعمل فيها كده. المتهمة جهات التحقيق لسه بتباشر التحقيق معاها في الواقعة. الأم تم دفن جثمان الأم. حالة الجيران هنا حالة صعبة. حالة الجيران بيحكوا تفاصيل غريبة ممكن نسمعها أو جايز نسمعها في أي جريمة قتل بتحصل. يعني واحد يقتل واحد بسبب أي مشكلة، لكن بنت تقتل أمها، أمها المسنة، تاخد معاشها، تحلق لها شعرها، يعني التفاصيل بشعة جدا شفناها في واقعة بولاد دقرور. كنت معاكم أنا إيهاب أبو راية، قسم الحوادث، موقع القاهرة 24. شكرا لكم.